اللي قاعدين نازلين قرع عليا. طبعا ما انا قاعده مع واد زي القمر. كلهم عمالين يقولوا مين الحلوه اللي قاعده معاه ده. ايوه كده يا عم، اضحك شويه وافردها بقى. وبعدين هتفردها قوي 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 لما تعرف الاخبار اللي عندي. اخبار ايه؟ خلينا نسال نفسنا سؤال مهم جدا. هو اللواء ايهاب كان ايه اعتراضه عليك ده ليه؟ ارجوك اقفلي الموضوع ده لحسن والله العظيم اسيبك وامشي. اهدى بس يا حسام. الله، بص اللي انا فهمته ان هو كان اعتراضه على حاجتين. اول حاجه فيهم حماد، بما انه يعني كان عليه ضرايب وهيخش السجن وبتاع، والولايه اللي كان متجوزها دي مش منظر يعني. والاعتراض التاني كان على اخوك ابراهيم اللي داير في المظاهرات يشتم في الحكومه، وبما ان اللواء ايهاب هو الحكومه يبقى لا يمكن يجوز بنته لاخوه. صح صح، بس تعالى نفرض ان الاعتراضات دي انتهت وما بقالهاش وجود اصلا، فبالتالي الوضع هيرجع زي ما كان في الاول، وهنلبس الدبل بقى ونزغرط ونشرب الشربات. والاعتراضات دي تنتهي ازاي ان شاء الله؟ ما انت عارفه ابوكي وعارفه اخوكي. خلاص الامور دي كلها اتحلت حلول جذريه. حماده دفع فلوس اللي عليه وطلق المدام وبقى ساخ سليم، واخوك ابراهيم مسكته ملا طرح طنط نواه، خدته عملته حبس انفرادي علشان يذاكر ويتنيل علينا وينجح بقى. افتكر اللواء ايهاب مش هيبقى عنده بقى دلوقتي اعتراض على اي حاجه، وبالتالي ربنا يتمم بخير واحنا تحت خدمه حضرتك. طب دي اخبار كويسه. الله، ما دام هي اخبار كويسه مش هستاهل انا عزومه سينما؟ حفله الثلاثه لسه قدامها نص ساعه. سينما ايه بس يا غالي؟ في فيلم تحفه، ولا انا عايزني اروح لوحدي واتعاكس بقى ولا ايه؟ البارك كان زحمه ومش في مكان. شكرا. What did you do to my sister? Nothing. It's not what I heard. I mean, it's not the street. Yes, she's in the ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه؟ ما تعملش فيها متضايق قوي يعني. ركز 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 في اللي جنبك. وانت كمان. انا كنت هجنن اليومين اللي فاتوا. قلت معقوله؟ معقوله حسام يبيعني بالسهوله دي؟ انا عمري ما بيعت بنات. يا سلام، انت ما كلمتنيش ولا مره، حتى ما حاولتش. لولا داليا ما كانش زماننا دلوقتي مع بعض. حسام انت خايف من بابا؟ احترامي للست اللي هو خلاص ايه؟ هو اللي خلاني ما اقدرش اتصل بيكي او ارد على مكالماتك. ميرفت، انا نسيت اللي هو ايهاب ده بالنسبه لي مش مجرد طارق بس. ده أكتر من أبويا. أنا أبويا ما رضيش، فصل عن أمي وأنا عمري سنتين، ما حسيتش بيه. وبعيد عن دنيا وجدتي هو أبويا. كان ساعات يجي المدرسة كان ليا عمر، أصحابي كانوا كده، يعني كانوا يستغربوا يقولوا إزاي الراجل العجوز ده أبو الولد الصغير ده. لما دخلت بقى كل الشرطة قابلت الست اللي هو كان بيبقى سليمة، أول ما شفته اتمنيت ان الراجل ده يكون ابويا. الحمد لله انه ما كانش ابوه ولا لك زماننا دلوقتي اخوات وباظت الجواز. ايه ده؟ ده بوب عمره طويل جدا. لا 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 ما تخافش، انا عبيطه يعني. الو، ايوه يا بابي، انا في ريستوران مع واحده صاحبتي بتغدى في المهندسين. لا بابا ما تخافش، الريستورانت محترم جدا وشيك قوي. معلش بقى يا ست اللواء، اتغدى النهارده انت وماما. اوكي ماشي، لو تخافش عليا. باي باي. ايه مالك دمك مكشفك كده ليه؟ انا واثق ان احب شكلك على ست اللواء. هو انت اللي جدت ولا انا اللي جدت؟ انا على ما اروح بالليل المكتب عشان اسلم عليه. سلم عليه بس؟ وفتح الموضوع طبعا. عايزك كده تخش عشان يبقى قلبي جامد، لحسن بابا بيحبك كده. ربنا يسهل. ولو هي قلقانة منك ليه بس؟ عندك شوية عز نفس يضيعوا بلد. لا والله ولا عز نفس ولا حاجة، أنا هكلم والله هكلم. طب ماشي، يلا بينا نعمل بروفة. أنا سيادة اللواء وأنت حسام. يلا اتفضل. نعم تيجي أنت ولا إيه؟
هو انا استجري اقعد كده بنفسي في اليوم لازم اكون واقف على ما تقوم تقف يا حضره الضابط او حد منعك مثلا تماما معلش اهلا يا حسام يا رب اتفضل ده جاتلي كده زي ولادك بالظبط ساعات هو انا طول فتره خدمتي اتعلمت من سيادتك حاجات كتير هو انت هتضيع المقابله في اللي انت اتعلمته مني طول فتره خدمتك خش في الموضوع على طول حلمك بس عليا يا سياده اللواء تعالى يا ابني تعالى حط الكابتشو ده قدام سياده اللواء بسرعه كم على السكر ايش سياده اللواء كم على السكر سياده اللواء اهلا يا حسام الحمد لله على السلامه الله يسلمك انت اجازه من شهر ولا لا اسبوع يا اخي والشغل بسرعه عامل ايه انا سامع انك عامل شغل كويس الحمد لله هو مش عند حد تعال سلم عليك يا ريت طب سلم معالي باشا انا طول فتره خدمتي تعلمت من سيادتك ثلاث حاجات الصراحه لا الوضوح الصراحه الشفافيه دي مقدمة بسيطة عشان الأول السيادة كان أنا جاي روح الصباح شكرا يا حسام تعال يا حسام أمور معلش معالي باشا هاجم عليك وقت تاني واضح ان عليك مشغول سلام سلام عايزك قوم معلش انت كنت عايز حاجه ايوه معلش بس عليك وقت انك عايزني حاجه كلم من الاول حاضر معلش معلش انا طول فتره خدمتي اتعلمت من عليك ثلاث حاجات الوضوح الصراحه الشفافيه كويس انك لسه فاكر انا عمري ما نسيت معلش في حاجه سيادتك كلم معلم باشا اسمح لي اني اجلت طلبي خصوصا السنه اللي فاتت سبب قلت لك ان الموضوع ده انتهى معلم باشا معليك نسي معليك قلت يتاجل شويه يتاجل شويه دي معناها ايه معناها ان انا وافقت ما ترد يا حصاد حصلت موافقه لا ما حصلتش ولما هي ما حصلتش ازاي حصابة تسمح لنفسك انك تواعد بنتي وتروح تقعد في كازينو وما فيش بينكم وبين بعض اي ارتباط رسمي وده ضد رغبتي الظاهر حصابة ان انا وثقت فيك زياده عن اللزوم وانت مش اهل للثقه دي انا بحذرك من اي اتصال بيها ويا ليها معايا حساب تاني